بالبدايه انا كنت عامله ماجستير بسوريا بعلم الجمال وقررت اني كمل الدكتوراه بالفن السابع اللي هو السينما درست بمصر اخراج سينمائي عملت فيلم سوري مشروع تخرج نزلت على سوريا صورته بعدين رجعت على مصر عشان اعمل البوست برودكشن للفيلم وما قدرت اكمل اني ارجع لسوريا ضليت بمصر بديش اشوفك بعد اليوم بس <applause> عن <applause> عملت مسلسل مصري واستقريت بمصر ما كان في عندي اي فكره اني اجي على تركيا ليوم اللي تم اعتقال اخي فيه الامور شويه كركبت بمصر وانا حسيت كل الاشارات انه انا خلاص لازم اترك مصر واطلع اشتغل شيء مع السوريين فالبديل كان تركيا ووقتها قررت اني اجي لهون وصلت لهون لتركيا وكان لسه في عندي شغل بمصر يعني معلق كان عندي فيلم طويل مضيت عقده المفروض اني انا ازرع تركيا اقعد شهرين ثلاثه بس اني اعمل اي بروجكت صغير مع السوريين وارجع بعدين لمصر فاكتشفت انه لا بينشغل كثير بال... مع بيئه اللاجئين السوريين هون في مواهب كتير حلوه في طاقات كتير متفجره في ناس كتير حابه انه تتعلم عم بحكي انه بلشت اني درب ب... مجموعات هون لهم علاقة بشغلهم بالإعلام يعني تصوير بيعملوا تقارير معينة بيشتغلوا برامج بسيطة من هون إجت الفكرة بعد ما خلصت تدريبهم لمدة سنة إجت الفكرة أني أعمل مشروع كات أكاديمي اللي هو يكون مكان اي حدا قادر يكون بهالمكان حابب انه هو يتطور يعني مؤمن انه هو حابب يعمل فن حقيقي لسوريا وخصوصا كان كثير بتضايق من جواتي لما بشوف انه الافلام السوريه ما موجوده على الساحه العالميه للسينما يعني انطلقت هون بكت اكاديمي طبعا المشاريع كت اكاديمي توسعت كثير وهي طبعا دائما بتواكب المتطورات اللي عم بتصير بتركيا يعني مثلا الشريحه اللي كانت موجوده قبل قبل بسنه ونص من الشباب السوريين اللي هون كله طلع عن طريق البحر تهريب لاوروبا يعني ما ضل في كثير شباب وصبايا مثل ما كان اول ما فتحنا هون هذا المكان رحنا بقى ركزنا بقى انتقلنا لشريحة اليافعين والأطفال باعتبار هن مستقرين أكثر في تركيا اللي هن دارسين عم يدرسوا بمدارس او عم يدرسوا بالجامعات اول عمل كان مع اليافعين هو مسرحيه نحن والعالم تاليف واخراج الاستاذ وليد قوتلي كان اول من عمل كعربي سوري اول من عمل شيء اسمه فيزيكال ثياتر اوكي باوروبا بيعملوا هذا الشيء بس لسه العرب ما اشتغلوا كتير على هذا النوع من الفن المسرحي ف وبيحب يشتغل كثير مع الهواة يعني بيلاقي حاله مع الهواة اكثر من المحترفين فمن هون اجت الفكره نحن نشتغل مع هوات عمل مسرحي صامت طبعا ليش مسرح صامت؟ لانه ليش الحكي؟ ما ضل الحكي بقى ينفع بعد كل اللي عم بيصير وصار بسوريا وفعلا طلعنا بعمل مسرحي يو اس ان او نحن والعالم عرضناه هون بعنتاب لاقى اقبال بالحضور كتير حلو وكانت اصداء العرض كتير جميله واجانا هلا طبعا طلب انه نعرض ببقية مدن تركية مثل اسطنبول وانطاكيا وأورفا ومرسين والى فشفنا تجربه المسرح الصامت اللي بتعتمد على البادي لانجوج وصلت للكل وصلت للكل لانه هي لغه عالميه فهذا الشيء نجح هذا الشيء قررنا انه نحن نكمل فيه يعني هلا بنخلص من هالمسرحيه بنبلش نبلش بعمل ثاني مسرحي صامت ودائما لازم نكون نحن اب تو ديت بالوضع السوري اللي عم بيصير يعني مثل ما عملنا فيزيكال ثياتر مسرحيه بتحكي بلغه الجسد نعمل كمان رقص تعبيري عمل كامل نحكي فيه عن عن القضيه السوريه بس بالرقص مثلا فهذا هذا كثير تحدي كبير ولسه المشروع عم بدرسه وكثير في عندي قلق منه يعني كثير عم ندرسه بهدوء هلا تساليني انا بتمنى اطلع فرقه راقصه نساء بس ما يكون في شباب فيها هذا تحدي كثير كبير انك تعملي انت مع مع نساء سوريات موجودين في غازي عن تاب يعني ممكن باسطنبول بيكونوا اوبن مايندد اكثر بس هون كثير تحدي كبير فهذا الشيء اللي عم يخليني كثير متانيه بدراسه المشروع بس ناويه اني يعني اعمله طبيعه يعني الشغل كات اكاديمي بالفنون عامه والسينما خاصه هذا الشيء بده يكون مطلوب باي بلد يعني هو شيء انترناشونال الفكره هي انه السوريين شريحه السوريين الموجودين باسطنبول ما رح يستفيدوا بالقدر اللي رح يستفيدوا فيه السوريين الموجودين بعنتاب اللي هن خصوصا في اليافعين والاطفال الموجودين هون اللي نحن مركزين بالشغل معهم يعني الاطفال في عندنا مثلا ايتام كثير موجودين هون اكثر من اسطنبول عندنا متسربين من التعليم عندنا في عمال الاطفال موجوده بعنتاب اكثر من اسطنبول بحس انه لو رحت لهنيك ما رح استفيد او يستفيدوا من من شغلنا معهم كفريق مثل ما رح يستفيدوا اللاجئين السوريين بعنتاب هاي قصة القصة الثانية برجع بقول الموضوع إنه عن تاب قريبة لسوريا ففي كتير سوريين ممكن يجوا ياخدوا كورسات هون يستفيدوا فقدرت كات أكاديمي أنه هي تنتج أفلام قصيرة كمشاريع تخرج تصوير سينمائي قدرنا أنه نعمل شيء وثائقي له علاقة بالأطفال وثقنا الأطفال شو عم يعملوا بالشارع كيف عم ببيع أو عم ب... عم بلم زباله او عم بيعمل كل القصص كلها بس انه هو من حقه هذا الطفل ما يكون هون يكون عم بيتعلم يكون عم بيلعب يكون عم ينبسط حقوق الطفل المعروفه عند الناس كلها المشاريع اللي مركزين عليها هلا بسنه الـ 2017 انه نركز شوي على المراه لانه حاسه انا بالثوره السوريه ما انا اخذ حقها بالميديا يعني مثلا بضرب مثال اذا هلا بعطي بعمل اعلان انه انا في عندي كورس تصوير سينمائي بتشوفي تسعة مثلا سجلوا ذكور ممكن تطلع أنثى وحدة اللي حابة أو مهتمة أنه تمسك كاميرا وتتعلم تصوير فهذا الشيء ليه؟, ليه؟ ليه؟ ليش عم بيصير وكأنه هاي المهنة ما بعرف كيف إنه هي مهنة الرجال لا هي مهنة نسائية كمان بس مهنة الرجال يعني إحنا قادرين نكون بالعكس أقوى من الرجال بهالمهنة ما عم بحكي هلأ أبدا جندر القصة لأنه نحن طبيعتنا وتكوين الأنثى تفاصيل وهي مهنة تفاصيل بالأخير فمن ناحية الإبداعية عند الأنثى أكبر بكتير من الرجل بهالمجال موضوع كمان سينما الطفل لسه مركزين عليه لأنه الأطفال قصصهم الحقيقية بدهم يحكوها بس كيف لازم يتعلموا الأدوات البسيطة للسينما ليعمل هو فيلمه فهذا الشيء كمان مركزين عليه وكان عندنا تجربة مع مرام فونديشن ميتم بيتي بالريحانية عملنا لهم وركشوب سينما الطفل وطلعنا في شاركوا فيه 23 طفل بهذا الفيلم عملنا كمان تجربة معهم العلاقة بالمسرح وكمان هلأ عم نشتغل هون بدنا نبلش مع المؤسسات الموجودة هون كان دور أيتام أو مثل ما قلت مراكز المتسربين بالتعليم إنه نشتغل معهم موضوع سينما الطفل <applause> بالفيلم اللي صورناه مع مرام ميتم بيتي بالريحانية بطل الفيلم شهد قدامه مجزرة يعني قتلت عائلته كلها قدام عيونه فاللي عايشين هو وإخته وأمه يعني أبوه وإخواله وإخواته شابين شبين اثنين كلهم ذبحوا قدامه فهذا الطفل كان عنده مشكلة بالنطق يعني ما كان بيحكي أبدا يعني ما كان وحتى ما بيبتسم حتى يعني بتشوفيه دائما حالة هيك جامدة كتير كان حدا خجول انطوائي ما ما بيحب كثير انه مع رفقاته ياخذ ويعطي هلا تماما اختلف يعني انا كنت من اسبوع عندهم شفت شفت لو اي كيف صاير يعني لؤي صار بعد هالفيلم دخل بكورال صار يغني لؤي صار بده يعمل فيلم جديد وكانت اللحظه اللي ما بنساها بحياتي لما عرضنا لون الفيلم وشاف حاله هو شو عامل يعني الفرحه اللي شفتها بعيونه والفخر اللي حاسه هو بنفسه انه انا عملت شيء قدمت شيء حابين كمان نشتغل مع مع لاجئين فلسطينيين وعراقيين ما يكونوا بس سوريين يعني نعمل حاله هاي الدمج يعني لانه كلياتنا نحن مشتركين بهم واحد تقريبا كلتنا مرينا بالحرب كلتنا مرينا بموضوع حاله اللجوء الغربه ليش ما نجتمع كلياتنا ونحكي مشاكلنا لبعض عن طريق السينما هلا انا كثير مؤمنة بفكرة وبظن أي حدا بيشتغل بالفن لازم يكون عنده نفس هذا الإيمان إنه الفن ما له أجندة، الفن ما بيتصنف، الفن ما فيكي أنتِ تحمليه شيء هو ما بيتحمله، الفن هو فن، كان عنا دعم بسيط خلص هلا، خلصت الفترة تبعيته يعني، اللي عم بيدعم فعلياً هذا المكان هو فريقه، لأنه عم بيعطي من روحه جداً لهذا المكان كله متطوع كله عم يشتغل بساعات عمل طويلة بأفكار كتير ظريفة أكيد يعني أكيد بتمنى نرجع لسوريا يعني هاي طلب أي سوري إنه تخلص الحرب بكرة ونرجع لسوريا أنا ما بفكر أبدا بالسفر برا تركيا حاليا ما بفكر إنه هذا المكان ممكن ينتقل لمكان تاني غير تركيا بتمنى هذا المكان إنه يضلوا موجود هون بتركيا لأنه السوريين بحاجة لهون الفلسطينيين بحاجة لهون العراقيين بحاجة حتى الاتراك الموجودين حابين انه يعملوا شيء مشترك مع السوريين من خلال هذا المكان فهذا هذا حلمي بالمستقبل